السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى عظيمة لكبار السن، بشرى من النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. حديث عند الترمذي، حديث عبد الله الأسلمي رضي الله عنه وارضاه. حديث يبشر كل كبير سن على الخير وعلى الطاعة، طال عمره لكن حسن عمله، مو طال عمره زاد فساده وفساده. ما تاب هذا الشيبة ولا ما تابت المرأة هذه، كل ما كبرت كل ما زاد تخبيبها وفساده وإفسادها في الأرض، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك الإنسان هذا كبير السن زاد عمره وزاد فساده، ما تاب، رجال شيبة. يقول العلماء: وهذا لا شك من شر الناس عند الله عز وجل. والدليل قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال منهم: وشيمط زان. وشيمط يعني كبير سن زاني، كما يقولون عندنا شايب وعايب. في الواحد كل ما زاد عمره خلي يزيد خيره له ولغيره، وهذا هو الأصل. وأحزنني أمر لما كنت في طائرة ركب جنبي شايب، فرحت لما شفته، قلت شلونك عمي، هلا عمي، وسلمت عليه وحبيت راسه. الحبة هذه راحت خسارة يوم قعدنا سكزمي وذ آيس، وحطت البطل طال عمرك ولك قدامنا وقدام القاسي والدان، ولا حشم شيباته. عز الله ما شاب على طاعة، لا فوق هذه تحرش بالمضيفة أمحك شايب، وتلقى قاعد مع بين البنات وتحرش بنات كبر أحفاده. عز الله ما شاب على طاعة. فلذلك كبار السن يجب علينا أن نعلم أن لهم منزلة عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. هذا يستاهل إكرام، أما هذا شاكلته عز الله حتى جلست معهم خسارة. حتى عندنا في مساجدنا بعض كبار السن صلى جزاه الله خير، لكن وجوده في المسجد أزمة. هذا المؤذن وهذا الإمام وتدخل بكل شيء، ما عنده شيء، الفاضي عامل قاضي يتدخل، ولا فوق هذا ظلم الإمام ونقل الإمام ولا شال الخطيب ولا شال المؤذن. يا عم ظلمت المسكين، ظلمت إمامنا، ظلمت المؤذن، ظلمت الفراش. أنت شغلتك يا عم تصلي، وأنا شغلتي أصلي وأمشي، ما تدخل بشغل المسجد. لكن بعض الناس ما زاد عمره إلا زاد إذاءه. كن سفيرا للخير، كن فعلا شبت على طاعة الله عز وجل، كن من الذين فعلا نمسك لحام ونقبلها وقبل إيدك ورأسك. يا عم خير الناس من طال عمره وحسن عمله، كذلك أمهاتك كل ما زاد عمرها زاد خيرها وزاد عطاءها.